وسط الميدان في سحب لاعبي منتخب توريس في هذه اللحظات. اول عمليه انسلال، اول عمليه دخول في صافره. برافو برافو. وصلت ناحيه لاعب مرابط لمن الضغط على جهه اليسرى سفيان مرابط في عمليه تمشيط المنطقه الدفاعيه. لاحظ اول من يدافع هنا بقوه النقطه يعرف بان مرابط هو المفتاح في وسط الميدان. من البدايه كما شاهدنا في مباراه كندا امام رجعت مغربيه مره اخرى، مرابط يقاتل من اجل هذه الكره في صافره. وفي إن مع سرعه بوفيل مع سرعه نصيري ممكن ان نستغل الكرات في ظهر المدافعين. مرابط تحدات لعبه الكره مغربيه. مرابط يبدو بان الملك كان حاضر سابقا في تجربه قصيره. غرور وناحي. برافو مرابط في المسانده ضغط على حدار من الاخطاء خطيره. ومرابط يا سلام. لاعبين بوفال لازالت مغربيه. مرابط يقترب منه. برافو مرابط الحفاظ على الكره والتغيير. برافو برافو حكيمي لمرابط. هنا تمريرات قصيره جاءوك بهدف الكره لكن ما شاء الله شتتها. لا يلعبها لمرابط. مرابط يا مرابط المساحة. مرابط في التسلل. مرابط هنا لم يكن سهل. مرابط زحلقة مرابط وتغلمه داني مرابط. برافو 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 مرابط. ريانت الأول يا أناحي يا أناحي يا أناحي. صعب الراس رجعت ناحية لاعب مرابط. زياش الكنترول لم يكن سهل على زياش. وينك يا بونو غريبة. هنا عملية التنويم وبالتالي تنويم الإيقاع وتنويم اللعب. استلام على طول مرابط الأقرب. نعم مرابط وزياش. مرابط وزياش لا حلول لزياش سوى أنه يرجع للخلف. مرابط الله ممتاز. هنا وصلت ناحية أناحي. مرابط مجددا سوته. شوف الثقة اللي عند مرابط. شوف الهدوء اللي عند مرابط. متقدم نعم كان متقدم. شوف هذه الكرة في منتصف الميدان يضغط مرابط. أوه برافو مرابط هذه خطيرة. مرابط في نهاية الأمر ماركوس يورينتي. مرابط ورايح أعلن نمر عن مخالفة. مرابط الله الله يا مرابط.